في إطار مساعدة الدول النامية على تخطي الجائحة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تحالف مبادرة كوفاكس ستوفر مليار جرعة من لقاحات كورونا للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. مصر بدورها لم تكن بعيدة عن المشهد، وتقدمت مؤخرا بطلب توفير جرعات تكفي 20% من سكانها في إطار خطة متعددة الجوانب لسد احتياجها من اللقاح. من يحصل على لقاحات كورونا أولاً؟ سؤال طرحته منظمات دولية، ولأجله أطلقت مبادرة كوفاكس خوفاً من تحقيق الدول المتقدمة السبق في توفير لقاحات على حساب البلدان النامية. ولم تتأخر كوفاكس عن أداء مهمتها، وفور وصول سباق لقاحات كورونا إلى المراحل الأخيرة أعلنت منظمة الصحة العالمية توفير المبادرة مليار جرعة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وكغيرها من الدول، تقدمت مصر بطلب لكوفاكس لإمدادها بجرعات كافية لتحصين 20% من السكان، فيما أعلنت عن تعاقدها مع شركتي فايزر وأسترازينيكا للحصول على لقاحات كورونا. ومن أوروبا إلى الصين وحتى روسيا، لم تترك القاهرة دربا إلا وسلكته لتأمين حاجاتها من اللقاح. خطوات أثمرت عن تسلم مصر 50,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني كدفعة أولية ضمن صفقة مع الشركة المصنعة، لتصبح بذلك الدولة الأولى إفريقيا في الحصول على اللقاح. وعقب وصول الشحنة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الجرعات مجانا على المواطنين، مع إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الطبي وكبار السن والحوامل. أما روسيا فوافقت هي الأخرى في سبتمبر الماضي على توريد 25 مليون جرعة من لقاحها سبوتنيك في إلى مصر مستقبلا، وهو ما يكفي لربع السكان. خطط الدولة لم تقف عند الاستيراد، وامتدت لتشمل إنتاج اللقاحات محليا عن طريق تعاون بين شركة الأدوية فاكسيرا والصين لإنتاج لقاح مصري وصل إلى مرحلة التجارب على البشر. وتهدف الحكومة بتلك الخطوة إلى طرح لقاح مصري بأسعار يسيرة للمواطنين في السوق المحلية. جهود مصرية متعددة تحاول الحكومة من خلالها التصدي للجائحة التي حصدت أرواح نحو 7,000 من سكانها وأصابت أكثر من 120,000 آخرين، أملاً في عودة الحياة إلى طبيعتها. ولمناقشة هذا المحور أرحب بضيفي معي من روما، الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، ومعي من القاهرة عبر الأقمار الصناعية الدكتور سمير عنتر المدير السابق لمستشفى حمايات إمبابة. أهلاً وسهلاً بكما. أهلاً بكما. لعلي أبدأ الحوار مع ضيفي من روما، يعني دخلت اللقاحات الآن حيز التوزيع وبدأ العالم في استقبال الجرعات الأولى من اللقاحات. منظمة الصحة العالمية معنية بالفقراء في العالم، يعني هل أصبحت آلية التوزيع واضحة من خلال برنامج كوفاكس وكيف ستتم؟ مساء الخير للجميع. بالنسبة لهذا السؤال مهم، ليش؟ لأنه إحنا لازم نوضح ثلاث نقاط. أولا، اللقاحات في أزمة كورونا فيروس بدينا نتكلم عنها بشكل يعني فعلي في الساحة مع روسيا وبريطانيا وكندا في الأيام السابقة، ونتكلم عن دول عربية في هاي الأيام في 9 أشهر. عادة اللقاح بده أقل شيء سنتين. هاي نقطة مهمة، ليش؟ لا. لأنه كثير من الشعوب متخوفة بالنسبة للأعراض الجانبية. مثلا أمريكا في خلال يوم أعلنت أنه في 24 ساعة سوف تبدأ حملة اللقاحات. إحنا كأطباء نرحب في كل اللقاح، بس لازم يغدى أمين ومتأكدين انه فيش عنده اعراض جانبيه. اليوم نتكلم عن 6 شركات، 6 شركات تقريبا زي ما قررنا في ايطاليا في اخر شهر 1 تبدا حمله اللقاحات، ليس فقط مع شركه،
ليس فقط مع اللقاح نعم واحد. دكتور فؤاد، يعني اسمح لي أن أرحب بالدكتور سمير وأدخله معنا في الحوار. نحن نتحدث بشكل مباشر عن مصر وعن اللقاحات في مصر. يعني أعلنت مصر أنها سوف تقوم بإعطاء اللقاحات بالمجان لكل المواطنين، وهناك أكثر من يعني ملايين الجرعات تم الاتفاق مع روسيا مع الصين لتوفيرها لمصر. حدثنا أكثر، يعني كيف وصلت أو إلى أين وصلت مصر في هذا المجال، وكيف هي الصورة في مصر؟ شكرا لسيادتك، تحياتي للجميع. من طبعا نعلم بأنه الأمراض الفيروسية ليس لها نهاية في التعامل معها بشكل قوي وبشكل حاسم إلا عن طريق الأمصار واللقاحات. وبالتالي كان يعني النية العالمية من بداية الجائحة في يناير الماضي إلى أنه يكون في مجهودات مستمرة دائمة لإنتاج ما يسمى بمصل أو لقاح بأي شكل من الأشكال، علشان تبتدي يبقى في نوع من التحجيم للمشكلة بدل ما هي يعني في نوع من الاجتياح للعالم كله. مصر كانت من أوائل الدول اللي وعت القيادة فيها أنه موضوع الكورونا يحتاج تعاون دولي، يحتاج استعدادات معملية وعلمية وتكنولوجية ولوجستية، أن يكون في نوع من الـ يعني المشاركة في إنتاج مصل بأي شكل من الأشكال، وأنه بالتالي القيادة المصرية والحكومة المصرية أنشأت أو أعلنت عن إنشاء مصنع جديد على أحدث مستوى لإنتاج اللقاحات تحت إشراف وزارة الصحة وتحت إشراف هيئة البحث العلمي بالدولة وتحت إشراف القوات المسلحة للخدمات الطبية، بحيث أنه يبقى في مكان مصري يقدر أنه هو المواطن المصري يعتمد على إنتاج اللقاح منه بشكل يكون سليم وآمن، وكمان في نفس الوقت ما يكونش فيه انقطاع نتيجة انقطاع المصدر. وطبعا كان لازم يكون في تعاون موجود مع دولة تكون ليها باع وزراع في الأمصال واللقاحات وخاصة كورونا، وأعتقد أنه كان الاختيار لدولة الصين اختيار صائب من البداية. نعم. منذ أن أقلعت الطائرة بالوزيرة هالة من القاهرة بأوامر أو تكلفات رسمية مصرية. نعم دكتور سمير، سوف نعود للحديث عن هذه الشراكات مع الصين ومع غيرها من الدول التي يعني، لكن نريد أن أعود مرة أخرى للدكتور فؤاد ليسأل مرة أخرى عن كوفاكس والمبادرة التي تقودها منظمة الصحة العالمية. على ماذا تعتمد في توزيعها للقاحات التي يعني تستهدف الدول الفقيرة وأيضا تستهدف الدول يعني ذات الدخل المتوسط؟ ما هي هذه الأولويات التي سوف تعتمدها في هذا التوزيع؟ بالنسبة لهذه النقطة مهمة، إحنا من أول يوم نطالب إنه اللقاحات لازم تكون متوفرة إلى جميع السكان والدول الغنية والفقيرة. بس أول أسبوعين مع بداية حملات اللقاحات في روسيا، في بريطانيا، في كندا، وفي هي بدها تبدأ في أمريكا والدول الأوروبية في بداية شهر واحد، للأسف ولا دولة من الدول اللي بدأت فيها التكلم والإجراءات اللقاحات تتكلم عن الدول الفقيرة، عن الدول اللي فيش عندها إمكانية لعمل حملات اللقاحات، لأنه في أخرى نقطة حساسة مثل لقاح الفايزر تخزينه لازم يغضى في ثلاجات تحت 75 درجة تحت الصفر، ليس موجود، ليس سهل. إذن هذه عملية النقل وعمليات التنقل اللقاح اللوجستية هذه سوف تكون معضلة لدى بعض الدول. دكتور سمير، يعني ماذا أعدت القاهرة للتعامل مع اللقاحات التي تحتاج إلى هذا النوع من النقل اللوجستي؟ وأيضا نريد أن يعني هل أصبح بمقدور مصر إنتاج اللقاحات من خلال المصنع الذي ذكرته؟ يعني هل لديها تصريح بإنتاج هذه اللقاحات في مصانعها، أم أنها تحتاج إلى استجلاب هذه اللقاحات من خارج مصر؟ هو طبعا في البداية هنستجلب اللقاح من
المصادر المأمونة وذات السمعة الجيدة في إنتاج اللقاحات، ويكون لقاحا فعالا وتم تجربته على عدد كبير. وأعتقد أن إحنا في التعاون ده بداية مع روسيا ومع الصين في نوع من التجارب القوية على مستوى الصين لآلاف عديدة، وابتدوا أن هم يتعاموا ناس مواطنين الروس بشكل كبير، وصل لحوالي 100,000 مواطن روسي لغاية دلوقتي. المصل الصيني تم تجربته واستعماله والموافقة عليه في الإمارات المتحدة الشقيقة. يبقى من ناحية التعاون والاستجلاب الأمصار ذات السمعة الحسنة والتجربة الجيدة المشجعة، مصر خدت خطوات. المصنع اللي بتنتجه اللي عدته مصر هو بالتعاون مع هيئة المصل واللقاحات اللي موجودة عندنا في القاهرة، وهي هيئة علمية لإنتاج الألقاح واللقاحات والأمصال معترف بها عالميا من قبل ومنذ عشرات السنوات، ولا تحتاج إلى تصريح جديد. أما المصنع نفسه والإنتاج وخلافه فالإجراءات الدولية أو الإجراءات الخاصة بالإنتاج وموافقات عليه وهكذا أكيد الدولة عندنا بتاخدها بشكل جدي وبتكون واخدها بالطريق السليم الشرعي. ولغاية دلوقتي احنا ما قلناش ان احنا انتجنا مصل، احنا بنقول ان احنا عندنا الامكانيات بنجهزها بحيث ان هو لما يكون في عندنا مصل قابل للتصنيع في مصر بالخبرة المصرية ومعاه الخبرة الأجنبية، يبقى هيكون المصنع دوت جاهز للإنتاج على الأقل للمصريين. نعم. نعم. وقد يكون في القريب العاجل كمان يساعد في الاحتياج العالمي. نعم. لهذا نعم دكتور. نعم الذي دكتور. لن يكون له هناك لك جزيل الشكر دكتور سمير عنتر. لم يعني تبقى لدي مزيد من الوقت. الدكتور سمير عنتر المدير السابق لمستشفى حميات إمبابة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، لك جزيل الشكر. الشكر يمتد إلى ضيفي في روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. إذن انتهت حلقة الرابط لهذا المساء، حلقة ارتداد شرقا لهذا المساء. نتجدد لقائي بكم غدا ساعة إخبارية بعد قليل. إلى اللقاء.